يوسف عالمي يمسكني، أنا من سميتك النمس، يوسف النمس يضرب كوي. واحد بلاش لكرتاج، واحد بلاش للنصور، واحد بلاش لتونس الخضراء. الله يا بلدي الله، الله محلاك من وطن. أجواء رهيبة، وكانت ما كانتش منتظرة، وكانت الناس تحب تربح وهي داخلانيا مش متفائلة، نحبوا نربحوا قهوة، أما داخلانيا كانت فهمتي يفكروا اللي ما الماتش خاطين ومش نخرجوا من اللعب. والحمد لله كانوا عند حسن الظن الأولاد، يعطيهم الصحة تبارك الله فيهم، ونشكر يوسف المساكني والممرن الجديد هذا فهمتي مساعد الممرن كان عند حسن الظن، عطاه معناها كل شونجمون هذاك الأخراني هبط الزوز الواحد ديما معناها ما خلهمش يقدموا. ليه ياسر تونس، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نوصلوا للفينال باش العباد ما يورونا اللي نحن كيب باهية في تونس. المنتخب يسمى عمل انجاز كبير، خاطر قدام نيجيريا معناها مش شويه، نيجيريا الاوروبا معناها اوروبيين معناها كل الكره الاوروبيه يهابوها معناها يخافوا منها. بقى شنو عملوا انجاز، وان شاء الله يواصلوا وان شاء الله يكملوا هكاك، وان شاء الله بقدرة ربي مربوح الدور النهائي، وعلاش لا باش نجيبوش الكاس فريق. احنا الماتش البارح ربحنا فيناليست. ويعطيهم الصحة، ثم قليب ثم قرينتا ثم روح معناها قتالية باهية وعزيمة من الأولاد، اللهم صل على النبي. وفي ظروف صعيبة معناها يشتر التشكيلة ماك تعرف معناها مرضى بالكورونا، بقى شنو ثم قليب ثم قرينتا، وتعدينا المرحلة هذيك بسلام، وان شاء الله نواصلوا القدام على الشلال الفينال. باهي مش خايب الزهر، مع لعبه معنا الزهر هم زلت البارتي جاي مع بوركينا فاسيو، نشوفوا ترى تعمل كيما البارح ولا لا. شنو هو بوركينا فاسيو اقوى من نيجيريا؟ يا خا نشوفوا نحن. ما كنت تصور باش نخسروا. ابا خويا المردود انا عجبني، فهمت المردود بتاع الجوارات عجبني، فهمت يعطيهم الصحه. ثم جريتا ثم لا ثم روح. بعد المنتخب النيجيري منتخب قوي فهمتوا، اللي احنا جاوبناهم على الميدان، وان شاء الله يكملوا الاولاد بقدر تربي فينال، ان شاء الله بقدر تربي فينال، ان شاء الله مربوحه اخويا. لا بوركينا فاسو بقدر تربي اتنين بلاش، بقدر تربي شيخنا وفرحنا، ان شاء الله يواصلوا ما نتغروش في رواحنا، الغرور ماهوش باهي. البارح بقلايب وقرينتا. قلايب وقرينتا، ثم التزام بالخطة التكتيكية، ثم برشا حاجات ظهرت البارح. ظهرت الروح التونسية، ظهرت الوطنية، ظهرت، أما إن شاء الله نواصلوا. في المنتخب الوطني التونسي اليوم أحدث ثورة، اليوم في إفريقيا وعلى الحدود النيجيرية بالذات، الحدود الكاميرونية النيجيرية. 1-0 مباراة للتاريخ، مباراة كبيرة، شاركوا فيها 11 اللاعب، الكل كانوا مقاتلين، الكل كانوا أسود. الحمد لله المنتخب الوطني التونسي تفوق على واحد من أبرز المرشحين بالفوز بالبطولة الإفريقية. اليوم المنتخب النيجيري فرقة مدججة بالنجوم والمواهب، تملك ترسانة هجومية على أعلى طراز، الكل كان يتوقع فوز نيجيريا. اليوم كصحفيين رياضيين مواطنين وغيرهم برشا يفهموا كورة، برشا قالوا المنتخب الوطني التونسي إن شاء الله يقدم مباراة جيدة أمام نيجيريا، وحتى لو انسحبنا نيجيريا وما أدراك من نيجيريا جيتنا في الدور الثمن النهائي. اليوم تونس الحمد لله تمر إلى الدور الربع النهائي، وباش يتواجه فريق بوركينا فاسو فريق عنده تاريخ سبق، وإنه خرجنا من مغامرات كأس أفريقيا في كان الجابون 2017، لكن من الدور الثمن النهائي اليوم دور ربع نهائي إن شاء الله تونس تمر إلى الدور النصف النهائي. تو نحن خرجنا مع نيجيريا، بوركينا فاسو معناتها مش اقوى من نيجيريا. والله شوف، هي كل مباراه ومباراه، شفنا الاداء المخيب للامال للنسور التونسيه في دور المجموعات، انتصار على موريتانيا خلينا نقولوا باهي، لكن شوف الهزيمه امام المنتخب الجامبي، هزيمه امام المنتخب المالي 1-0، لكن
في مباراة نيجيريا شفنا منتخب آخر، شفنا أداء، شفنا روح. أكثر حاجة نشكر عليها اللاعبين اليوم هو حضور الروح، كل كرة بدمها، كل كرة اللاعب يحط فيها 200% باش يفك كورته ويربح الكرة. الحمد لله تونس فرحونا اليوم، عبارة فوزنا بكأس أفريقيا، تونس الحمد لله تبقى تونس. اليوم شفنا لاعبين أظهروا هوية المنتخب التونسي، تونس وما أدراك ما تونس، اللي باش تبقى إلى أبد الآبدين، خلينا نقولوا مسكن للمواهب وللمواهب. مردود رائع جدا قدام شيخ الأندية هي نيجيريا، معناتها أنا كتونسي توقعت معناتها باش ناكلوا سكور، أما جتنا مفاجأة معناتها من سور قرطاج. معناتها أنا رأى المنتخب البارح لعبوا على المريول بالرسمي، لعبوا بجرينتا، كل كرة لعبوا عليها بجرينتا، حسوا بالشعب، فهمتني؟ معناتها نشكر الجوارات الكل على المردود اللي قدموه، وإن شاء الله إن شاء الله يواصلوا في نفس المردود هذاك، على خاطر بالرسمي المنتخب البارح أبهرني، فهمتني؟ وأبهر 12 مليون تونسي، فهمتني؟ خاصة بلال العيف. هو المصدر الاساس تاع الربح، هو اللي وقف بالرسمي كلهم الكلهم اي بدون استثناء، فهمتني؟ ما قلتش يوسف مساكن اللي مارك البوت، اي يوسف في خدمه، في خبره، في خبره صحيه تاي. اما يوسف المساكني معناتها صحيح، معناتها فيزيكو طايح شوي، اما البارح معناتها ورى الطالبي دراجر كل الحارس المرمى صحيح صحيح، كلها قدمت روح قتاليه، حاربوا دقيقه 90، فهمتني؟ وكانت انتصار معناتها فجأة على الاخر. انا كيما قلت لك معناتها ما توقعتش معناتها باش نربحوا نيجيريا، صحيح قلت معناتها باش نعمل مباراه معناتها متوسطه، اما مش معناتها قلت معناتها توصل نربحوا نيجيريا، اما معناتها الحمد لله ربي وفقنا في الماتش هذايا، وان شاء الله نربحوها معناتها الكيب الجايه بوركينا فاسو ان شاء الله اخويا بقدره ربي نربحوها، مادام ربحنا نيجيريا هو اكبر معناتها مش اقوى بوركينا فاسو مش اقوى من نيجيريا صحيح، اما معناتها نجموا نربحوها، كان يواصلوا بنفس المردود ونفس الجرينت ونفس الروح القتاليه بقدره ربي نربحوا بوركينا فاسو، وان شاء الله ان شاء الله لين نهز الكوب دافريك. مردود متميز وجبنا مسرقناش، ترى عرفنا كيفاش نجريو الماتش، ماركينا وركشنا هذيك الكوره، يزمك تقلع ترحيك صلي على النبي. كانوا رجال كانوا يلعبوا بجرينتا كانوا رجال تحارب على الدرابو، ان شاء الله فترح من بعده زاد ينورونا كيما طرح هذا ان شاء الله مع بوركينا فاسو، اكيد زاد باش تعد. لا ياسر باهي المردود نتاعهم البارح عجبني برشا، وهكا هاو الجرينتا رجال ان شاء الله مربوح، ان شاء الله مربوح. قولها تونيزي تونيزي معنا ربي ونبي. ها ابو ساي ربي يفضلهولك ان شاء الله مربوح مع بوركينا فاسو ان شاء الله. عداو تروحوا يلعبوا الناس كل حاتين باش نخسروا، باش ناكلوا ثلاثه وباش ناكلوا اربعه، ونحكيوا بصراحه على الورق معناها هي اقوى، فهمت؟ وإحنا ناقصين بلاش انترنور بلاش طبيب بلاش جوارات، 12 جوار ناقصين، الأولاد ما قصروش، عملوا جرينتا وهبطوا بقليب، والله مصلي على النبي إن شاء الله ربي يبارك لهم، إن شاء الله نكملوا هكاك. تفرجت تفرجت إن شاء الله. وين؟ تفرجت. شنو وين تفرجت؟ تفرجت في القهوة وشي تفرجت. ومردودك البارحة كيف؟ بحلي فرحونا، عملوا نجا ويعطيهم الصحة، عملوا مجهودهم بالقوي ويعطيهم الصحة، وإن شاء الله ديما مربوحة. وين تفرجت؟ جات مع ماما القهوة وتفرجت. قال لي تفرجت في المكتب. الماتش تاع تونس ونيجيريا تفائلت، تفائلت بالانتصار لا محالة. أما قبل ما نحكيو على ماتش تونس ونيجيريا، نحكيو على الإعلام النيجيري هذاك اللي سخر من تونس وسخر من الإكيب نتاعنا وكل شيء. فهمت اللي قال تونس ماهيش حاضرة وماهيش خدمة بالقدا، ومعنا ظننا صحفي نيجيري. نيجيري؟ إيه نيجيري. ببالي جزيري. لا 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 ما هو جزائري، لا جزائريين يشجعوا في تونس، أما هو صحفي نيجيري سأل المعد الفني بتاعني وسأل بعض اللاعبين قال لهم ما كنتمش حاضرين. عجبني أنا اللاعب التونسي ذاك قال له راك تحكي مع تونس. تونس أنا نقول له أرجع لسنة 1978 كأس العالم الأرجنتين. اللي تونس هزتكم، هزت افريقيا وهزت المغرب العربي وهزت واحد، تونس راهي هي مدرسة وتكون، تونس مدرسة كروية ومعروفة تونس في الكورة معنا، فهمت؟
وتفائلت معناها بالانتصار مره ولا تخوفت لما حاله وكل شيء حسب التعليقات تاع الحق الحق ما كنت سولا باش تربح نيجي. لا 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 مهما انسان يخاف وهو منظر الكبير خاف لكن لعبنا لهم على اعصابهم لعبنا بتكنيك احنا لعبنا بخبثة والحمد لله هنا انتصرنا وكل شيء وان شاء الله وان شاء الله يا ربي حاني مع بوركينا فاسو معناها اصعب كيف خرج هي نيجيريا من اصعب كيف ما زلت انا بوركينا فاسو زاد كيف تعدى ما نسهلوهاش كيف ما نسهلوهاش بوركينا فاسو ما نخلوهاش لا شوف تو يلزمنا كل مقابله نعطوا اهميتها نعطوا اهميه الفائده شنو الفائده في اللاعبين بتاعنا يكونوا لحمه واحده اذا كان نابليكيو كيما ضد نيجيريا قادرين باش نربحوها واكثر من واحد مش نكونوا متهنين على النتيجه اكثر من واحد نيجيريا ربحناها واحد بلاش اما بوركينا فاسو اذا كان نابليكيو الخطه نتاعنا كيما لعبنا ضد نيجيريا ابليكاسيون كامله 90% اذا ما نقولوش 100% نقولوا 90% قادرين باش نربحوها حتى 2 بلاش وان شاء الله تجيش تجي لهنا الكوب في شارع ببورقيبة نبدو شيخين ونعيطوا فيف تونسي هذا تحيا تونس بلاسينار هاو ربيت لها واحدة كيكة ديما تلعب كيكة كي بلاسينار وعنا زهر بصراحة بخت عنا عنا زاد رجال وعنا رجال عنا يوسف المساكني عنا كبيت باهين وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله قدرة ربي انه نوصلوا فينال وتفكرني في الحكاية دي نطلب من اللاعبين باش يكونوا يد واحدة ونشكر ملك المقابلة هو يوسف المساكني بارك الله فيه لعب جنيته والأولاد كلها لعبوا لحمة واحدة ويزمهم يواصلوا هكاك يكونوا يد واحدة ويلعبوا كان على المريون يحطوا في بينهم حتى شيء يحطوا كل وطن قدامهم ما هوش بش نقولوا نوصل نصف النهائي يزمنا نوصل الفينال ونروحوا بالفينال وفي الأخر يزمنا نروحوا بالفينال وتحية تونس